أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الخوارج والبغاة؟ الخوارج يخرجون بتأويل غير سائر، يخرجون بتأويل غير صحيح وغير سائر. أما البغاة فإنهم يخرجون بتأويل سائغ لكن يضعونه في غير موضعه، يضعونه في غير موضعه. والخوارج كفرهم بعض العلماء، أما البغاة فلم يكفرهم أحد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.